عنديش العبارات اللي نعبر عليها هذه الفجعة اللي وقعتنا. على كل حال الحمد لله، على كل حال شكرا بزاف على الشرطة المحلية وعلى رأسها ولي الأمن على المجهودات ديالهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذا المجرم هذا اللي عملنا هذا الشيء هذا. وشكرا بزاف، شكرا بزاف على المواطنين اللي ساعدونا واللي أساندونا، والإدارات وجميع طنجاوة ديالنا كاملين، طنجاوة ديالك من كازاوا، كازاوا ديالنا، ومهم المغرب، المغرب كامل، المغرب كامل. شكرا بزاف، شكرا بزاف على التعزيات ديال السيد الحموشي عندنا، شكرا بزاف الله يخلف عليه، شكرا على السهر ديالو على هذه القضية ديالنا وعلى المديرية الأمن الوطني ديالو. نعبر عليها هذه الفجعة اللي وقعتنا. على كل حال الحمد لله، على كل حال شكرا بزاف على الشرطة المحلية وعلى رأسها ولي الأمن على المجهودات ديالهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هاد المجرم هذا اللي عملنا هذا الشيء هذا. وشكرا بزاف، شكرا بزاف على المواطنين اللي ساعدونا واللي أساندونا، والإدارات وجميع طنجاوة ديالنا كاملين، طنجاوة ديالك من كازاوا، كازاوا ديالنا، ومهم المغرب، المغرب كامل، المغرب كامل. شكرا بزاف، شكرا بزاف على التعزيات ديال السيد الحموشي عندنا، شكرا بزاف الله يخلف عليه، شكرا على هذا السهر ديالو على هذه القضية ديالنا. بعد وحل الوالدة ديالو كانت الحالة لا يرتلى قبل ما تثق الخبر بأن ولدها تقتل، مع السك دابا متقتل، ملي كانوا كيقلبوا عليه كانت الحالة ديالها مرة مسكينة، أما دابا عاود متقتل، علم لله الحالة ديالها كيفاش عاملة، وراه صعيبة دي العائل صغير باقي 11 عام وتغتصبوا، راه تكون هادشي راه مرض نفساني وقيلة ولا العلم لله. على هادشي كنشدوا السلطات الأمنية تشدد العقوبات على هاد المجرمين بحال اللي كيعملوا بحال هيدا. علاش حنا عندنا وليداتنا وعندنا خوتنا كنخافوا عليهم بزاف، ما يمكنش يتينا طلق العائل دابا وتعطيه لي كاردكور معاه، حتى حنا ولادنا كيقيلوا في الزنقه ويمشيو يتسخروا، وهادشي راه ولا كيخلع، والله العظيم ولينا كنخافوا. عمرو ما وقعت شي، حنا قدامين حنايا عمرو وقعت شي في الحي، كان باقي الخلا والدنيا خاويه، كتنعس عند الجيران، كتنعس عند الناس برانيين كيهزوك ويديوك للدار ديالك، باقي ما كاين حتى شي واحد. ودابا من قوا وخص بنادم دابا عاوم يجي يعمل كونترا، يعمل كونترا ويشوف دكاري من ما يجي في ساكن عادي يمشي يدخلو، يدخلو عندو للدار ديالو، راه كيدخلو عندو ولادو عندو الاهل ديالو، ماشي تجيب واحد براني السلام عليكم اعطيك 1000 درهم تدخلو ياديك يسرقك هاتينا كتشوف شنو واقع. مصيبة والله إلا مصيبة، تأسفنا ما نعسناش إلا زوافرية، هادو زوافرية رواصيين الدراري مع بعضهم جاو ثلاثة وقال لك كانوا خدامين، هاد الناس زعما خدامين، وتبين بواحد الفيديو الأخراني بأنهم يجمع هاد الكاميرا اللي شبرات ورا فاينة، تبين بأنه كيجبد مفاتح والعائل ما بغاش تيدخل معاه في الأول، كاين واحد الفيديو ما بغاش تيدخل مع العائل، عاد تدرجوا ودخلوا وكيفاش عمل له وكيفاش حتى لهنايا مع الزنقه وخرج به مشى حتى لهاد الجهه، ودازت واحد الفتره ديال شي 10 دقائق عاود رجعوا الفيديو اللي شفت، جابوا ودوزوا مع الزنقه هذه وداه عاود من بعد رجعوا والدري بقى واقف برا، هو جا حل الدار وعاد عيط على الدري وعاد دخل عنده الدري، جا عنده الدري ودخلوا لداخل. لا ما شفتش هذاك اللي سميتو، وين الفيديو راه كاين كاميرا كاينه شاده، تقدر ترجعوا للكاميرا وغتشوفوا كيفاش خرج به. الكاميرا راه هي كاينه ليه في الكراج، هذاك الكراج هي اللي شاده اتجاه ديال هنايا، هذيك شاده ملي خرج وملي دخل، عاود حتى ملي غيكون ملي خرجوا غتكون شاده الكاميرا مزيان. الكاميرا شاده هنا مزيان، شاده الكاميرا مزيان، هادشي اللي دخلوا زعما العجابه. اي والله العجابه اخي، الا تشدو وما تشدوهم وقيل بداوهم وجبدوا الجثه، عاد السكينه ساقت في الخبر، فهمتي؟ حيت باش ما كيوقعش واحد الاكتضاد واحد بلباله، عاد داوهم خداو من حدا واحد المخبازه هنايا وجابوا دوزوا مع هذه الزنقه هذه ودخلوا لهنا لهذا المكان هذا فين ساكن سميتو
وتما دخلوا للدار واغتصبوا. دخلوا لهاد الدار هذه واغتصبوا وعاود ملي اغتصبوا دازت واحد المده وخاو تخرجوا داو من وراء الديور من هنا من اللور من برا وعاود حفروا لي ودفنوه تمايا. خرجوا من هنا يمكن الكاميرا اللي كاينه هنايا ديال واحد الكراج تكون شاده مزيان هذيك هي اللي غتعطيكم التصحيح ديال كيفاش خرجوه وكيفاش دخلوه في الكاميرا. دوزوا وخرج بيه مشى جاب كنسكن هنايا قريب خدام هنايا قريب كنجوز دائما من هنا. نهار الاثنين اختطفوا شفنا داك الفيديو ولكن ما تعرف عليه حتى شي واحد كلشي كيقلب ما تعرف عليه حتى شي واحد ولكن مي وقعت هذه الجريمه تبين بان داك المجرمين جاوا مدينه القصر الكبير وتبين وسمعنا قال لك واحد هرب واحد تمكنت العناصر الشرطه من القبض عليه وجبروا عنده السيف والمقده هنايا في المحل والعلم لله. قال لك جبروا عنده ودفنوه هنايا مع الزنقه هادي تما دفنوه. احنا تصدمنا الوالدين ديالنا بكا وخوتنا بكا والناس كبارين بكا وعزيزه هي توفات البارح هزوها في سكته قلبيه كيقولوا وقيلة توفات والعلم لله. البارح هزوها الوالدين ديالهم في حاله لا يرتلى الوالد ديالو. كنطلب من العداله ياخذوا الحق ديالهم في هذه القضيه يديروا حكم صارم لهاد المجرمين يخلوهم عبره للاخرين باش هذا الشيء ما يبقاش. الحل الوحيد هو الاعدام باش الاخرين يبقاو كلشي يولي كيخاف لان قصتهم الاعدام خاص الاعدام لان الطفل طفل بريء عباد الله طفل بريء عباد الله. وشكرا لكم اختي شكرا لكم الوالدين ديالو بقاو بلا ابن كتجي قاصحه والله حسن العونوا. هاد السيد هذا اللي عمل هاد الكارثه هذا خصو يتعاقب بالقانون يجيبوه قدام امام الملا ويجيبوه ويقرطسو كاع ماشي شنقوه يقرطسو. علاش هذا كيعلم هذا يا خو مشان طنجه يا خو مشان من مراكش يا خو مشان اسي يا خو مشان اكادير ويا ماشا كتشبروه وكيحكموه ب 15 عام 10 سنين مشي خرج مع 10 سنين خرج يعمل لك اجرام اخر. هذا كيكون مريض نفسانيا. حنايا عندنا الوليدات ديالنا الامهات ديالنا والاخوان ديالنا كلشي بقى مخلوع هذا راه رعب هذا راه رعب نزل في طنجه كبير. دابا الدري هذا شنو هو الذنب ديالو؟ ما قاتل ما الله يحسن العام حسبي الله ونعم الوكيل.